لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صراحة الشيء اللي كيثير الاستغراب بكل صراحة مشاهد اللي مازال كنشوفوها 2023 مشاهد كنشوفوها مدينة تعتبر أكبر مدينة بالمغرب، مدينة اقتصادية بين قوسين، المدينة الذكية للمملكة. أنا كنشوف في هاد المشاهد هادي فراه حشومة وعيبوها بكل صراحة. يعني فيروس تا نقدرو نقول الطريقة باش محطوطة راها ترقيعية بامتياز، ترقيعية بامتياز. كيشكل خطر يقدر يطيح في أي لحظة على شي واحد، أي لحظة يقدر يطيح على شي واحد. يعني غير محطوط متكي على الحيط، السلوكة خارجي من فوق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المسؤولين ديال المنطقة واش ما كيدوزوش من هنا، واش ما كيشوفوش هاد الحالة هادي بكل صراحة عيب وعار. شوفوا الطريقة باش ميل هاد الفيروس هذا طريقة غريبة وغريبة بزاف. فمشاهدي قناة شفتها في أهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. بالضبط كنتواجدو حاليا في منطقة باشا وبالضبط في شارع ادريس الحارثي، كيتعتبر من بين أكبر شوارع كازا وتشتغل شارع رئيسي. ملي كنقولوا شارع رئيسي راه خاص يكون بواحد الحله اللي جميله، خاص يكون ابسط الحوايج خاصهم يكونوا مقادين فيه، ولكن للاسف هادشي ما كنشوفوش هنا في شارع ادريس الحارثي. التروطوار حاله كارثيه، اشغال يمكن هو الشارع الوحيد في كازا باقي ما سالاش فيه الاشغال. حتى الفيروج هاد الفيروج بالضبط فين كاين نقطه تقاطع بين شارع ادريس الحارثي وشارع 6 نوفمبر. الطريقة باش محطوط راه كتير استغراب بكل صراحة. يعني غير محطوط فوق التروطوار كيف ما كتشاهدوا، غير محطوط. هانتوما شوفوا معنا على المباشر كيفاش محطوط هاد الفيروس هذا. ميل متكي على الحيط، سلوكه من فوق خارجين. غير في الامر انه راه ما بينش الشارع كامل، يعني تقدر ان طوموبيل اللونين هما اللي غيشوفوه، اما شي الاخر اللي اللور ما غيشوفوش نهائيا. ما كيتمش احترامو باش تكونوا صراحه. وانتم كتشاهدوا معنا على المباشر يعني الضوء الاحمر دابا والناس السيارات غاديين، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ها هو الشارع مشاهدينا الكرام، شارع ادريس الحارثي معروف بشارع الشرق اللي من اكبر شوارع كازا. الاشغال الوحيده اللي مازال ما سالاتش فيه. شوفوا معنا الفيروج الحاله اللي فيه كيفاش محطوط. هذا الفيروج حاله اقل ما يقال عنها انها كارثيه، مشاهد اللي حشومه وعيب وعار اننا مازال كنشوفوها سنه 2023. حنا كبغينا جميع الشوارع ديال المدن ديالنا وجميع المدن تكون في ابهى حله، ولكن كنشوفوا بحال هاد المشاهد خاص اعاده النظر. مسؤولين عن المنطقه ضربوا غير اولا على المنطقه، ضربوا غير على المدينه. الاشغال اللي كيف ما سمعتوا معنا جاوبت على السيد العمده انها غتنتهي في ديسمبر 2023 غتنتهي اشغال في كازا. الاشغال مازال مستمره، يمكن هي السبب في كتخلي هاد الحلول الترقيعيه كتكون هنا مثلا في هاد الفيروس. فهذا محطوط بطريقه ترقيعيه بكل صراحه. ملي كتشوفوا هاد الطريقه محطوط فيها راه كتشي استغراب. نشوفوا معنا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فيروج ميل واحد الطريقه اللي غريبه بزاف صراحه تثير الاستغراب. نتمنى ان هذا المباشر بارطاج، نتمنى ان هذه الرساله باسم الساكنه باسم الغيورين على المنطقه والمدينه والمملكه ككل ان توصل هذه الرساله. ومابقاوش نشوفوا بحال هذه المشاهد هذه، المشاهد اللي صح كتسيء للشارع كشارع ادريس الحارثي شارع الشجر المعروف. نتمنى ان الرساله توصل، وهذه المشاهد مابقاوش نشوفوها. عوض ما نشوفوا حلول ترقيعيه نديروا حلول جذريه ونتفاداو هاد المشاكل مثل هاد المشاكل.